مرة تانية انتي ست كاملة حتى بدون أطفال. كنت بتكلم مع ابتسام وكنا بنقول انه في عيد الام دايما بيجيبوا الامهات المثاليات، بيجيبوا الستات اللي عملوا حاجات، وده طبعا شيء جميل. أيوة. لكن احنا النهارده قررنا نتكلم على الناس اللي عندها مشكله، لكن ازاي قدروا يعدوا المشكله. الحمد لله زمايلي في الشغل وزميلاتي عملوا لي حفله. عملوا لك حفله؟ حفله وفوجئت بيها، ما كانوش قايلين لي حاجه ففوجئت بيها. بعد ما خرجت وكده، فبعدين في واحده من العملاء فبعدين بتقول لي طيب انت عندك ايه؟ قلت لها انا عندي رضا. قالت لي رضا دي قد ايه؟ قلت لها رضا ربنا. الله 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 الله. فالحمد لله انا راضيه بكل شيء وراضيه باللي ربنا قسمه لي، والحمد لله، وكفايه محبه الناس واني ناجحه في وظيفتي الحمد لله. هانم اتفضلي يا هانم. السلام عليكم استاذه. وعليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ اتفضلي قولي لنا بقى الحكايه. الحكايه بتاعتنا، احنا الحمد لله متجوزه بقى لي 15 سنه، وبعد سنه من الجواز رحنا عملنا تحليل وكده، فما حصلش، ما لقيناش في التحليل فيها حاجه موجوده. بعد 4 سنين رحنا عملنا حقن مجهري، فما حصلش نصيب برضو. عاملين الحقن المجهري دلوقتي بقى لنا 11 سنه، فما حاولناش نكررها تاني لان الدكاتره عقدونا ما تروحوش ما تجوش وكده. وعندي نفسيه جوزي بقى بتبقى تعبانه، ما بنروح ما بقاش حاصل نصيب وكده، فنفسيته بتتعب. بس الحمد لله راضيين، والحمد لله رضا من عند ربنا وتمام، والدنيا جميله والدنيا حلوه ما فيهاش اي حاجه. بتقولي ايه بقى للناس اللي زي يعني زي كده يا هانم؟ ربنا ما ارادش، لكن ازاي يقدروا يعدوا؟ ازاي يقدروا ان هم يصبروا؟ ازاي يقدروا ان هم يعيشوا حياتهم ويكونوا سعداء؟ انا مش عايزاكم تعيشوا حياتكم وانتم اتفضلي. ايوه، ما يحطوش اي حاجه في دماغهم، لان في الاول في الاخر الحاجه دي بتاعت ربنا. صح. وربنا مش ده يعتبر رزق، زي رزق مثلا الصحه، زي رزق الفلوس، ده رزق ربنا يعني مش رزقنا بيه الحمد لله. يعني ده الحمد لله رزق ربنا منعه عننا الحمد لله، يعني رزق من عند ربنا. فمش مكتوب لنا، فاحنا هنعمل ايه؟ كله بتاع ربنا الحمد لله. الحمد لله. راضيين ومتسامحين مع نفسنا وربنا ثبتنا الحمد لله. اي حد كان بيضايقك يا هانم؟ كانوا بيسخفوا عليكي؟ لا في بدايه ما في، يعني الحمد لله ما فيش حد بيضايقنا كتير، لان الناس عارفه ايه؟ الحاجه دي بتاعت ربنا مش بايدينا احنا. بس كان فيه، احنا طبعا ارياف وكده، كان فيه فرع عندنا واقفين في البلكونه، فانا كان عندي سمنه في بطني يعني ايه بسيطه شويه. فواقفه سند على البلكونه كده، فواحده عايزه تعرف ان انا حامل ولا لا. تقول لي اوعي عشان بطني. قلت لها انا مش حامل. انا هتجوز بقى يعني ايه؟ انا مش حامل في ايه؟ ايوه قلت لها مش حامل. بتقول لي اوعي بس عشان فيعني الحمد لله، يعني اقول لها ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. انا سعيده بيكي يعني جدا يا هانم وقوتك، وحييلي جوزك العظيم. الله يخليك يا حبيبة قلبي، الله يخليك. وهو إنسان 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 ما أقولكيش، يعني الحمد لله. الست اللي بتشكر في جوزها دي، ده معناه إن الراجل عظيم عظيم عظيم. إحنا لازم تدوري على حد كده. أيوة قاعدة. نجوان اتفضلي. ازيك عاملة إيه؟ الحمد لله حبيبتي. انت كنت جميلة مع قبلة فهيطة. ربنا يخليكي. بحبك بحبك بحبك. ثانك يو. اشكرك اشكرك اشكرك. ما اقدرش ما اقدرش. قولي لي بقى نجوان حكايتك. بصي يا حضرتك، انا كنت حامل، والحمل بتاعي جه خارج الرحم، بقى لي 4 سنين ما كنتش بخلف يعني. بعد الجواز بسنتين حملت، اول حمل جاني كان في رمضان ما كنتش اعرف، وبعدين ايه حصل اجهاض يعني. انا دايما بحمل في رمضان ما اعرفش ليه. سبحان الله، غريب جدا الموضوع ده يا نجوان. غريبه. ايوه غريبه جدا. كملي يا نجوان كملي. وما ببقاش عارفه، وبسقط عشان الصيام والمجهود، ببقى عارفه بعرف متاخر يعني. حمل. طب كملي يا نجوان بس عشان حملت خارج الرحم، وجالي نزيف داخلي 6 لتر دم، وشفت نفسي فوق في السماء، والناس تحت محشورين في قلب بعض، وانا شايفه الناس ومستمعاهم، وحجمهم حجم الرزاية الصغيره. يا خبر. كل الناس محشورين في قلب بعض. عايزه اقول لحضرتك بقى تجربتي دي، انا الاول كنت لما اشوف طفل بعيط، قلبي بيعيط، كنت بعيط وانا في عياده، كنت بعيط وانا في سوبر ماركت، وانا في اتوبيس، وانا في اي مكان. من قلبي غصب عني عندي غريزه الامومه. بعد ما حصلت لي الموضوع بتاع النزيف الداخلي اللي جاني، والموت اللي انا شفته بعينيا ده،
من سنتين، من سنة ونص، بقيت اقول لا، في رسالة تانية ربنا عايز يوصلها لي. الدنيا عبارة عن عبد ورب. يعني قصدي اقول لحضرتك يعني ممكن الست تنتج، بيبقى ليها لازمه في حاجات تانية كتير. طبعا طبعا، مش شرط بس انت تبقي ام، دورك في الحياه انك تبقي ام، لا، ممكن دورك في الحياه انك تفيدي المجتمع، تفيدي الناس، تفيدي اخواتك، تفيدي عيالك. ممكن انا ربنا جاعل لي نفعه في حاجه تانية. برافو يا انا 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 بقى خدت يعني انا بقى بصراحه استفدت من اللي حصل لي كده، وتحول عندي طاقه ايجابيه، وبطلت افكر في موضوع العيال. بس ادعي لي، ادعي لي يمكن اطلع الايام دي حامل. ادعي لي يا رب يا رب يا رب. ولكن يا رب يا رب قبل رمضان، في رمضان ده، رمضان لسه قدامه شهر ونص يا نجوان. لكن طبعا بدعي لك بكل الخير، الخير ده يكون بيبي خفيفه، وانت جميله، انت جميله، او الخير ده يكون حياه سعيده. الخير اينما، زي اللي ربنا يديلك هو الخير. وعايز اقول لك لو تسمحي لي، اتفضلي، لو تسمحي لي ان انا عايزه اشكر مامتي مدام سوريا. طبعا هي وقفت جنبي، وانا اشكر مامتك كمان مدام سوريا، وقفت جنبي في عمليه، وقفت جنبي في كل شيء، في كل شيء. طبعا، وانا كمان بشكر مامتك مدام سوريا. انا بصي انا ميرسي يا نجوان، ميرسي يا نجوان، بشكرك. انتصار رجعت لنا تاني. يا انتصار، الو الو، ازيك يا منى؟ معلش كان في مشاكل كهرباء، بس كملي يا انتصار، اتفضلي. عارفه يا مدام نميس، يعني انا نفسي ومن عيني اكون ام. طبعا، عشان انا معايا راجل كويس جدا 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 جدا. يعني بيخليني انا، ما كنت مع اي حد يضايقني او اي حد يقول لي كلمه يعني عشان خاطر الخلفه ولا حاجه زي كده، كان هو اللي بيقعد جنبي ويواسيني. كل ما كانوا بيقولوا لك ايه يا انتصار؟ يعني في اللي تقول لي ربنا يعوض عليكي، وفي ما اكون واحده والدك ان انا اروح لها يعني عشان خاطر ابقى خايفه ان انا اشوف العيل. بيخافوا من حسد، مش كده؟ يخافوا ان انت اللي ما بتخلفش دي تحسد العيال، صح؟ اه كنت بخاف انا حد يبص لي نظره زي كده، لدرجه ان في واحده جارتي بنتها كانت والده وجايه بالنون عند والدتها، عند والدتها، فبتقول لها يا ماما هسلم على طنط، بتقول لها اطلعي من البلكونه، اطلعي اطلعي. البنت جابت النون وجاب، بقى صعبان عليا جدا لدرجه ان ما بقتش قادره ابص للنون. حبيبتي، يحطوا في دماغهم ان الست اللي مش مخلفه او معاها عيال ان هي ممكن تحس. طب استني بقى، انتصار حوريه عايزه تقول حاجه. هاي انتصار، ازيك؟ سلم عليكي حوريه. انتصار، كفايه صوتها واطي. بصي حبيبتي، هو الموضوع سايكولوجيكال، لما تقعدي تفكري فيه كتير مش هيحصل، لكن لما تسيبيه وتنسيه ما تعرفيش ان ممكن يحصل، ممكن يحصل في ثانيه. بالظبط، صح. ما انا عملت عمليه الثعلبين مرتين. بصي، لا عملتي عمليه، انا قصدي ما تفكريش فيه، ما تسيبيها على ربنا. يا انتصار، ربنا جابه، والله يعني ده شيء عظيم، ربنا ما جابوش خلاص يعني. ولكن انت لازم تكوني راضيه وسعيده الحمد لله، الحمد لله. انت بتشتغلي، بتعملي ايه يا انتصار؟ وجوزي بيقول لي مش هناخده في الدنيا، هناخده في الاخره، وسيبها وقولي على ربنا وقولي يا رب. لا بس كمان يعني انا ماشي، اللي مش في الدنيا في الاخره وكل حاجه، بس انا عايزاكي تنبسطي في الدنيا، بلاش الحياه الفانيه دي اللي احنا بنعيشها. شكرا شكرا يا انتصار. انا عجبتني كمان نجوان، اللي هي لازم يعني بيشيل ربنا منك حاجه، بيحط لك حاجه قصادها عاليه قوي، محور اهتمام الاخرين، بتبقي مهمه لدى الاخرين، يعني بتبقي حاجه في سكه تانية، يعني بياخد منك حاجه عشان حاجه تانية. موضوع الحسد ده ايه؟ يعني كتير يقول لك ايه اصله اللي هتيجي هتحسد لي العيل، ما هي عشان ما بتخلفش. أيوه، مش كده؟ ايوه ده بيحصل فعلا، فكروا كتير. في اول 3 اشهر، في اول 3 اشهر بالذات. ايوه بالظبط، ما تعرفيش، ما تعرفيش ان حامل، ما تعرفيش كده، هوت على اساس تخاف مني، ما اعرفش كده يعني. الناس ما بقتش، مع ان احنا حبنا للاطفال اكتر من امهاتهم كمان يعني. انتوا شفتي ده سلوى؟ اكيد بتقوليها كده وانت موجوعه. اكيد. أيوة اكيد. كلنا مرينا بالظروف دي، حريصه شويه لان انا خدت بالي، انا مش كل الناس بتفكر زيي يعني. دخلتي على بيبي فقلتي ما شاء الله، الله اكبر، تشوفي البيبي جميل. لازم اكون حريصه، فاهمه ان اكون حريصه يعني. كنتش فاهمه كده، كنت بتعامل بطبيعتي الاول، بس فهمت ان لازم برضو اكون حريصه شويه في التعامل. نشوه، اتفضلي يا نشوه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه. انا متجوزه بقالي 5 سنين، والحمد لله عملنا كل حاجه، تحاليل وكده، ومفيش مشاكل عندي انا وجوزي.
ومتفائلين جدا. وانا عايزه اقول للناس اللي هي يعني اللي بتحط في دماغها الموضوع ان فعلا ربنا طالما كاتب حاجه هنشوفها، وده رزق. والحمد لله، والحمد لله يعني احنا انا وجوزي متفائلين خير وسايبينها على ربنا الحمد لله. بالظبط. بس لو يعني لو ربنا ما قسملكيش يا نشوى، انت جواكي في رضا، في قناعه، انت وجوزك بتتكلموا مع بعض ازاي؟ انا وجوزي ده هو بيقول لي قبل ما نتجوز، بيقول لي لو في مشكله بقى في الشر عندك او عندي انا عمري ما هسيبك. وانا قلت له وانا كمان، فاحنا من قبل ما نتجوز حاطين في دماغنا الموضوع ده، ان احنا مش هنسيب بعض عشان بس الخلفه وكده، لا يعني احنا هنكمل عادي مع بعض وما فيش اي مشكله الحمد لله. يعني مش زي الناس اللي هم بيقولوا لي يا ربي احنا ربنا ما رزقناش وكده، بالعكس يعني انا بقول الحمد لله يمكن ربنا شايل لنا خير الحمد لله ان شاء الله. شكرا يا نشوى، وربنا يا رب يسعدك بالخير. انا دايما بدعي للناس بالخير، لان انا ما اعرفش الخير فين، الخير في ولد، الخير في شغل، الخير في زوج، الخير في ايه، انا ما اعرفش يعني. ده احنا بندعي بالخير وخلاص. بالظبط. ايه الو، يا ايه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. انا برحب بالفنانه الجميله حورية فرغلي. شايفه القمر اللي منوراني دي والكهرباء بتقطع بس هي بتنور. اتفضلي يا ايه. هي القمر والله. تخيلي يا ايه ان حورية القمر دي بتقول لك ما جاليش عريس وما جاليش حد يتجوزني. طب يعني مين اللي مين اللي يجي له عريس لما حورية فرغلي ما جالهاش عريس؟ مين اللي اتعمى في مين اللي يعني رجاله اتعبت في عينيها ولا جرالها ايه؟ كتيره كويسه والله العظيم. يعني انا كويسه جدا الحمد لله. لا انا مش ملاقيها خالص. بصي عايزه اقول لك حاجه. بصي هنا يا حورية عشان هي ايه هنا. اي اتفضلي. عايزه اقول لك حاجه، انا حضرتك اتجوزت وانا عندي 15 سنه. ايوه 15 كام؟ 15 سنة. 15 سنة. انت منين يا آية؟ انا من اسكندرية عادي ومفيش. اسكندرانية زيي. اه اسكندرية زي حورية. بس اتجوزت يعني سعيد. هو 15 سنة. اه 15 سنة. ربنا ما رزقنيش في اول سنة ونص. علي صوتك شوية يا آية. ايه بقول لحضرتك، انا ربنا ما رزقنيش في اول سنة ونص. تمام. ايه فطبعا انا كل ما اروح في حتة مع حماتي مع اخت جوزي يقولي ازاي ما حملتيش، ازاي ما فيش خلفه. يعني انا كنت متشتته قوي في الموضوع ده. كنت حاسه خلاص ان انا مش هخالف مع كل اللي بيقولي ان انت لسه صغيره. طبعا ده يعني اول سنه ونص اللي هو 16 ونص، يعني ده انت بيبي لسه. وانا كنت صغيره جدا، ما كنتش افهم حاجه، ما كنتش عارفه حاجه. كشفت كتير ورحت كتير وكده. بعد سنة ونص بالظبط، والله 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 تاني أنا ربنا كرمني بتوأم وأنا فرحانة جدا جدا. يعني أنا دلوقتي عندي 18 الحمد لله، بحمد ربنا من كل قلبي وإن هو صبر معايا واستحملني برضو الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بس كمان أعتقد من مشاكل كتيرة بتاعت الخلفة السن الصغير، ساعات السن الصغير كمان زي السن الكبير بيبقى صعب فيه الخلفة. بس طبعا هو الناس صعبة. ميرسي يا ايه. عبير. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم، منوره الدنيا. اهلا بيكي، اتفضلي يا عبير احكي لي بقى الحكايه. مفيش والله، الحكايه ان انا متجوزه بقى لي 18 سنه. الحمد لله والشكر لله يا رب، ربنا رزقني بزوج كويس جدا والله، وما حدش من اهل زوجي خالص يعني عمره في حياته اساء لي بحاجه ولا حد زعلني والله. بس هو الموضوع معايا انا حساسه زياده عن اللزوم بالنسبه للموضوع ده يعني. حساسه. مين بيضايقك يا عبير؟ الناس، اهله، مين بيضايقك؟ والله ممكن انا ما حدش بيضايقني خالص والله عشان ما اكذبش عليكي. ما حدش بيضايقني، بس انا اللي ببقى بخاف اشيل طفل حبيبتي. بخاف يعني بخاف احضر سبوع واحده. ليه يا عبير؟ ببقى خايفه لو انا اعيط ولا الكلام ده وحد يحس ان انا غيرانه او متضايقه، فببقى قلقانه. بس يعني انت لازم تعدي المرحله دي، لازم خلاص يعني خوفك ده محدش هيهزمه غيرك. يعني انت اللي هتقدري تهزمي خوفك وتقولي، مش انت بتقولي الحمد لله هو البني ادم بياخد 24 قراط. اكيد عندك حاجات حلوه كتير انت مش واخده بالك منها. اهو هي مش واخده بالها منها، اكيد انت عندك حاجات احسن منها. ده بالعكس، ده انا شفت ناس بيقولوا للي ما عندهاش اولاد ساعات يا بختك.
لما تكون عندها مشاكل حصلت. يا بختك حصلت معايا في الشغل. يا بختك. واحده صديقتي جامد في الشغل، تعتبر الانتيم بتاعي، تقول لي انا بحسدك ان ما معكيش اولاد، انك فاضيه، انك رايقه، إن كل ولد وكل بنت معاها غير سويين. مين معانا يا جماعه؟ نبيله. ايوه نبيله معاكي. هاي نبيله ازاي؟ ايوه يا استاذه لميس، اهلا يا نبيله. خلي بالك انا من اسكندريه وبحبك قوي، لانك النهارده يوم اسكندريه. ده يوم الاسكندرانيه النهارده، يوم جميل يعني. حوريه من اسكندريه وسلوى من اسكندريه. لا يوم اسكندراني. اتفضلي يا نبيله. يا حبيبه قلبي، اقول لك الاخر، ولا جواز ولا خطفه لهم لازمه. يلا. والله بصي، والله العظيم عليكي، شايفه الاسكندرانيه بقى. هي قالت لك معاكي حق، هو ده كلام حريه كده. ايوه بالظبط، برافو عليكي. اشمعنى يا نبيله؟ قولي لي بقى. ايوه حبيبتي، ده برنامج. ايوه احنا الستات، هنا الستات. الراجل هيقول لك ما تلبسيش، ما تروحيش، ما تجيش، ما تعمليش. الحلقه الاخرانيين، لانك بتقولي اللي جوه واللي عانيناه. ايوه قررت بقى. هو انا واللي احنا عانيناه. هقول لحضرتك على حاجه. قولي. انا اهلي جوزوني، قال لي عشان ايه؟ ده راجل كويس وبتاع ربنا. فالمهم اتجوزت. في الاخر طلع بتاع العفاريت الزرد. بتاع ربنا خالص. معرفش جاب الاسلام ده منين؟ جاب لنا اسلام يا حبيبه قلبي. الاسلام رحمه. كل الواحد ما يقرب من ربنا كل ما يبقى رحيم، كل ما يبقى طيب. ايوه. والعكس كده تماما. وكل اللي قلت عليه واكتر كان بيحصل. ده الجواز خلاص. خلاص قلت بالسلامه غير الحلقه اللي فاتت. قلت بالسلامه غير مقصوف عليه بعد الغلط. غير مقصوف عليه يا نبيله. ايوه سافر السعوديه الحمد لله غار سنه 90 بعد الزلزال. قلت ايه بقى؟ طيب ربنا يريحني منه، الخيره في ما اختارها الله. استنى يبعت لي، معايا ثلاث ولاد، استنى يبعت لي ولا سال فيا. المهم انت خلفتي يعني يا نبيله؟ للاسف. للاسف. بس يعني نبيله جايه تقول لنا للاسف. للاسف. أيوة. حبيبه قلبي والله للاسف للاسف. المهم يعني بصيت لقيته من سنه 90 ل 94 قطع الحليبه والرايبه زي ما بيقولوا الامثال، ولا سال ولا كان سايب ولاد خالص. طيب وبعدين؟ بعت لاهله فلوس وانا قاعده اتفرج عليهم. يبعت لاهله ولسلايفي ولاخواته وانا لا. طب يعني نبيله تجربه بتقول انه لا رجاله ولا عيال ولا حاجه. والله بكلمك من قلبي يا استاذه. انت تبقى صحتك كويسه. انا بكلمك من قلبي، دي تجربه وبكل صراحه. عشان محدش يزعل لا على راجل ولا على عيال. لا بالظبط. بصي عارفه ازعل على مين؟ على صحتي. ايوه صحتك. صح على صحتك دي اهم حاجه. المهم اول حاجه عملتها رحت عامله طلقه بائنه للضرر سنه 94. برافو. حلو كده. حلو. المحامي قال لي في المنشيه عندنا، قال لي اعمل لك نفقه الولاد. قلت له لا انا عايزه طلاق. عملت طلاق. خلي بالك ما كانش معايا يعني حق رغيف عيش. برافو. وبعدين يا نبيله؟ قلعت ختمي بعته ورحت اديته 100 جنيه اللي كان الذهب رخيص. قلت له 100 جنيه هم مقدمه الطلاق وانا بقيت اصور، بقيت ماشيه معاه اروح اصور وادفع دمغات وادفع مصاريف. انت يعني ايه عايزه تخلصي باي طريقه؟ المهم خلصت والله، سجدت لله شكر في المحكمه. الحمد لله. سجدت لله شكر في محكمة المنشية. سجدت نبيلة، سجدت لربنا شكر وهي بتطلق. شكرا يا نبيلة وربنا يخلي لك صحتك وولادك طبعا. ندى اتفضلي. ندى مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. انا بحييكم جدا للموضوع الرائع اللي انت بتناقشه. شكرا ده. شكرا. وانا عايز اقول لحضرتك انا عندي 47 سنة ما اتجوزتش ومش زعلانة لان المجتمع اللي احنا فيه ده بيحسس المرأة إنها عشان ما اتجوزتش وما خلفتش إن هي تطلع من المجتمع ده خالص، ملهاش أي أحقية في أي حاجة. ما يعرفوش إن الرزق اللي ربنا بيبعته للست سواء كان في الجواز أو في الخلفة فده رزق. مفيش حد يقدر يعترض على حكم الله. أنا عايزة أقول لحضرتك إن في بدايل كتيرة قوي إن أنا أكون أم. في بديل إن أنا فكرت فيه إن أنا أعمل حضانة بدل ما أربي طفل واحد
انا اقدر اربي مجموعه اطفال واحط فيهم مبادئ حلوه. صح. لكن الفكرة السائدة اللي هي بيقولوا اتجوزي عشان تخلفي وبعد كده سيب الراجل. انا ازاي هخلف من راجل انا ما بحبهوش؟ ده اللي قالته حورية بصراحة. ازاي تربى طفلي في وسط اتنين ما بيحبوش بعض؟ ازاي انا هعمل كده؟ لا انا عندي، انا استاذة حورية انا بحييكي قوي على جرأتك في حياتي. ميرسي، ربنا يخليكي. صدقيني انت ممتازة. انا عايزة اقول لحضرتك انا اتعرضت لخطوبة من شهر وكنت فرحانة. بس حضرتك دي اسمي حارية والله. ما تكبرنيش. ربنا يخليك. انا عايزة اقول لك انا اتعرضت لخطوبة من شهر وكنت بحب خطيبي ده جدا وعملت تحاليل ولقيت نفسي زي الفل اقدر اخلف كل حاجة. بس علشان عندي مبدأ ان انا ما بحبش الراجل اللي بيكذب ما ينفعش ان انا اكمل معاه. وتحملت ان انا اتحرم من الطفل والفرصة الاخيرة اللي جات لي. وبقول الحمد لله وبعود ده في كتاباتي ككاتبة والحمد لله. انا بحييك. الحمد لله. أنا بحييكي جدا يا ندى، بحييكي جدا. أنا سعيدة بكل الستات اللي بيدخلوا، كل الستات اللي حورية وسلوى وابتسام ادوهم طاقة من القوة. فأنا الحقيقة سعيدة بيكوا كلكوا. طب معايا طبعا الناشطة الحقوقية جانيت عبد العليم. جانيت مساء الخير. خير خير يا مدام لميس. أهلا بيكي. أهلا بيكي. كل على حورية وكل الستات الجدعات اللي معانا. شايفة الستات الجدعان اللي معانا يا جانيت؟ انا بصراحه قررت ان انا ادخل اعمل مداخله النهارده. الموضوع يخصني قوي بشكل شخصي. انا مريت بتجربه من البدايه. يعني انا اتجوزت كبيره، اتجوزت 30. انا النهارده بعمل المداخله مش النشاطه، انا الست اللي انت بتتكلمي عن الموضوع بتاعها. النهارده اتجوزت 30. لفت يعني كتير كتير. كان من احلامي ان انا ابقى ماما، بالرغم ان انا مش عندي، وانت عارفه ده كويس، عندي مش عندي الـ يعني حياتي مليانه طبعا. مليانه في الشغل والنشاط والتوعيه وبعمل مليون حاجه حاسه ان انا بفيد بيها المجتمع. بس في النهايه كان كل شهر بيمر عليا بتاكد ان انا مش عامل فيه بيبقى شهر سيء برضو. بس احنا ستات في غريزه امومه جوه كل واحده فينا طبعا. بس ما كنتش حاسه ان انا الموضوع بيقلل من قيمتي ولا منقصني حاجه. كان معايا شريك بيحترمني وشايف انه حتى وانا ما بخلفش وبتعالج ده مش مقلل مني ولا من قيمتي. ولا حتى لما كانت اسرتي ليه مش في فيديوهات، ما كانش بيتكلم على انه انا اللي بتعالج بلف على دكاتره. كان قد ايه هو شايف ده ملوش اي علاقه بعلاقتنا. ولحد النهارده يعني انا ببقى فرحانه جدا وانا بتكلم عن انه ازاي كان بيقول لوالدته ما تفتحش حتى الموضوع ده قدامي، لانه عينيها كانت بدموع لما هي تسال في الموضوع ده. ببقى فخوره بيه وبحبه ليا قوي. ولما بطلت الف على الدكاتره يا مدام لميس بدون اي سابق انذار فجاه بقيت حامل في حياتي. انت عارفه حياتي. وبرغم فرحتي بيها وثلاث سنين ما حسيتني قد ايه دنيتي مليانه حياه وفرحه، الا انه برضو ما زودتش مني كامراه كنشاطه. وهي دي الرساله اللي لازم نقولها للستات، انه ما اضافتش ليا فكره ان انا انثى بام، يعني انثى بشرطه بقيت ام. لا هي ادتني شويه مشاعر حلوه حلت بيها حياتي، لكن انا كامراه متكامله بفيد مجتمعي وبستفيد منه وبقدم له كل اللي اقدر عليه. انا فخوره جدا بنفسي قبل ما اكون ام وبعد ما بقيت ام. ازاي نخلي الناس، برافو يا جانيت بصراحه، سو براود. لكن المجتمع ازاي نغير وجهه نظره؟ هل احنا اللي لازم نجبره على ده؟ ايوه، نآمن بقدراتنا، نآمن بقدراتنا جدا. كل واحده فينا تبقى مامنه بان جواها طاقه تقدر تدي وتفيد، سواء كانت عزباء، متزوجه، مطلقه، ام، ارمل. كل واحده فينا كانثى جواها طاقه تهد جبال. صح. لا الامومه هتضيف حاجه غير شويه مشاعر حلوه نقدر نمارسها. بالمناسبه كنت بمارسها قبل ما تجيني حياه مع اولاد اخواتي طبعا. مع اولاد اصدقائي ومع اولاد في الشارع ومع حتى الاطفال اللي كانت بتبيع مناديل على الكافيهات. كنت بقدر امارس المشاعر الحلوه دي مع اي حد. بشكرك يا جانيت. جانيت عبد العليم صديقه وطبعا ناشطه حقوقيه، وهي النهارده المراه جانيت عبد العليم. طب اميره، وده اخر تليفون. اميره، ما
مساء النور يا ام نور. مساء النور يا حبيبتي، اهلا بيكي. كل سنه وانت طيبه. الحمد لله على سلامه استاذ عمرو، ويعني الف مبروك للزميله سعاد يونس، هي فعلا بتساعدنا زي ما انت بتساعدينا بابتسامتك. بصي انا هختصر بسرعه. اتفضلي. كلنا واحنا صغيرين بنغلط. انا جيت من اسره مفككه، الاب وام عمرهم ما تفاهموا، كان اهانات وعنف وضرب وحياه ذكوريه، اخ اكبر مني، انا اللي في النص، اخت اصغر مني، مع ان احنا من تقدري تقولي من الطبقه الفوق المتوسطه بشويه، مش اغنياء يعني، مقصورين كويس. انتهت القصه ان الام ماتت بدري، انا تحملت المسؤوليه، الاب خلع ايده، انا ضعت، مشيت مع أصحاب السوق، غلطت غلطة في حياتي، حملت وعملت ميسكاريج وكملت حياتي، وكنت إنسانة فهمت يعني إيه الغلط، بقيت مشهورة جدا، اجتهدت في عملي وفي علمي بمفردي، حاولت ألم الأسرة ما عرفتش. بعد كده اتجوزت واحد كان عنده 3 أولاد قبلي، وحاولت اعمل بشتى الطرق ان انا اخلف، ما قدرتش، وانا بشوف ان ده عقاب السماء لاي حد يغلط، وانا مش حزينه على يعني، انا دلوقتي عندي 53 سنه، انا ربيت اولاد اخواتي واعتبرتهم اولادي، وكل قرش دخل جيبي انا حاولت اني اقومهم بيه وارقيهم، ولكن خلصت الفلوس، خلص الراجل اللي كان بيصرف على البيت، سابني من 2015 وحيدة، بقى الحمد لله ان عندي سقف وبيت وجدران مقفول عليا، معاش ابويا الله يرحمه ويسامحه، واخدت عهد على نفسي ان يا رب انا هسخر كل شيء ليا للناس وبالذات الاطفال اللي ربنا حرمني منهم، اعتبرت كل اطفال الدنيا اطفالي، كل اطفال الشارع اطفالي اللي انا ساكنه فيه، انا ساكنه في حي راقي الحمد لله، كل الولاد بتوع الدليفري دول اولادي، بنصحهم، بحاول اقف جنبهم، اي انسان عنده مشكله مش عارف يجيب حقه فيها لان هو انسان جاهل ما هوش فاهم يروح فين، بحاول اجيبها له، لكن واسطه فساد رشوه لا. كل اللي أنا عايزة أقوله لحضرتك في نهاية المحادثة يعني إن لازم كل أب وأم يعرفوا الأول، أرجوكوا أرجوكوا، يا ما ناس ضاعت، أنا واحدة منهم ومش مكسوفة إن أنا بقول حكايتي، أرجوكوا بطلوا الأنانية، بطلوا فكرة المجتمع الذكوري، أنتوا في إنسانة ضاعت انتهت حياتها في وحدة بقى لها 10 سنين، أصحابي اللي كانوا متربيين عليا وقت ما كنت إنسانة مشهورة بقى يخافوا مني عشان أنا ست مطلقة، قطعوا صداقتهم بيا، ولادهم اللي كنت بعتبرهم ولادي منعوهم إن هم يتصلوا بيا، كل واحدة خايفة على جوزها. بصي مشكلة الأب والأم، الزواج الغير متكافئ بيؤدي إلى إيه؟ بشكرك يا أميرة، بشكرك على قوتك وعلى قدرتك على المصارحة، ولازم أشكر ابتسام وسلوى. تقولوا إيه للناس الأول، لكل الستات اللي بيتفرجوا علينا؟ أهم حاجة تكوني قوية وتستحملي عادي جدا، وربنا اداكي حاجة أكيد حاجات حلوة كتير أنت مش واخدة بالك منها، خدي بالك منها واهتمي بنجاحاتك وانشغلي وخليكي مشغولة دايما بنجاحات كتير قوي، وما تفكرش في الموضوع ده، الموضوع ده ما يأثرش ابدا في نجاحك وقوتك. ما تضعفيش قدام الناس، ومهما قالوا كوني قويه واجتهدي في مجالات تانية كتير تبقي احسن فيها. حوريه الحاله جيم، بقى قبل ما اقفل البرنامج لازم اسالك على الحاله جيم، والحاله جيم ده مسلسل حوريه الجديد. ايوه قولي لنا بقى الحاله جيم اللي بتعملي فيه دورين. ايوه الحلقة جيم بعد سهرة الجنوب كان صعب عليا اختار سيناريو لازم يبقى اعلى. حلقة جيم في سسبنس، في رومانس، في اكشن، في كل حاجة ممكن تتخيليها، فهو حاجة جديدة انا عمري في حياتي ما عملتها.
ومبسوطة وانت بتشتغلي؟ جدا جدا. وهتيجي تكلميني تقولي لي يا لميس انا حبيت بقى وعرفت حد وكده؟ يا رب. هتقولي لي يا حوري؟ يا رب. هتكلميني؟ احنا بنتقابل عند الكوافير. هتكلميني وتقولي لي. انا بس حبيت اقول لكل ست انها ما تسمعش كلام الناس، لان الناس بتتكلم مهما حصل، وتدخل من هنا وتطلع من هنا وتعمل اللي ضميرها وقلبها بيقول لها عليه. ما تخليش كلام الناس يأثر فيكي، صدقيني. انا عايزه اشكرك لانك نموذج لستات كتير، وكتير الناس اللي بيبقوا تحت النور تحت الاضاءه بيخافوا ان هم يطلعوا يتكلموا على حياتهم على مشاكلهم على وجعهم، لكن انتي كنتي قويه وواضحه وصريحه انك تقولي انا عايزه اواجه وعايزه اقول وعايزه اكون نموذج للناس علشان ستات اللي زيي يبقوا قوي. الحمد لله. يا رب يسمعوني. لا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبتي غاليه. طبعا بتحب اغنيه سميره سعيد؟ لا 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 ما حصلش حاجه، بس بقى ايه مش حافظاها، كانت عايزه تغنيها. انا بشكرك بجد. ميرسي قوي 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 قوي. ميرسي انا اتعرفت بحضراتكم بجد. ميرسي. احنا اللي اسعد. بشكرك حلو قوي. حد حلو يعني. سلوى كل الستات اللي كلمونا. وبنشكر حضرتك جدا. لا ازاي، كل الستات اللي كلمونا الحلقات دي بنحاول فيها ان احنا نتكلم ونواجه ونفتح ملفات. ناس كتيره هتقول انتوا ازاي بتدوسوا على الوجع، انتوا ازاي بتفتحوا الملفات دي؟ هدفنا ان احنا لما ندوس على الوجع انه ما يبقاش وجع، وانه يبقى قوه، وانه يبقى طاقه، وانه يبقى حاله سعاده. كوني سعيده، كوني قويه، دي رسالتنا. اشكركم، نتقابل الاسبوع الجاي. وهذه لمسه الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.